7 دينار و700، 12 دينار و100، أو 16 دينار و500. إذا عمرك أو عمرك ما بين 18 و24 سنة، تقدرون اليوم تستفيدون من باقات زين آجلة الدفع الشبابية. المميزات اللي فيها جدا تناسبكم. اليوم هذه الباكجات فيها بيانات حق السوشيال ميديا توصل إلى 60 جيبي. 60 جيبي وهو يوتيوب، انستغرام، سناب شات، تيك توك، فيسبوك، واتساب. إذا اشتركتوا اليوم تحصلون 20 جيبي إضافية لمدة 4 أشهر، يعني المجموع بيكون عندكم 80 جيجا حق السوشيال ميديا. اللي قلته الحين طبعا غير البيانات العادية، عندكم من 8 إلى 16 جيجا حق الاستخدام العادي، براوزر ما براوزر، داونلود. شوفوا أنا شخصيا ما أحب الاتصال الواتساب، ساعات الشخص الثاني ما عنده رسال يقطع وكذي، فلا أحب أتصل اتصال طبيعي، اتصال يخسرني دقائق. هذه الباقات الموجودة تبدي من 450 دقيقة إلى 1200 دقيقة، يعني شنو؟ يعني يوميا تقدرون تتكلمون بأكثر من نص ساعة. أكثر من كذي راجع نفسك، مو أوكي. ما يحتاج أقول أن تحصلون أرقام كشخة على ذوقكم، زائد خدمة الـ 5G مجانا، زائد اشتراك مجاني في OSN لبعض الباقات لمدة سنة كاملة. تحصل اشتراك هيبة في أبليكيشن يونيبال اللي في أكثر من 200 عرض وديسكاونتات وقسائم تخفيض، زائد عندك بطاقة الطالب الرقمية. طبعا هذه الأبليكيشن موجودة حق الطلاب بس، وحق مشتركي أي باقة من باقات زين الشبابية. يا ادش الموقع الإلكتروني، ادش التطبيق الخاص بزين، تتصل في الجماعة، اتطرش واتساب أو تنور أحد الفروع، والجماعة إن شاء الله ما بيكسرون معك.